إذا إنه قوات الحرس الجمهوري تلاحقنا من مدينة لمدينة ومن مكان لمكان، يعني ننتقل حتى انتقلنا والتحقت بينا عوائلنا أيضا في منطقة اسمها عبد الله أبو نجم، واللي يخدمون المزار اسمهم القوام، وبقينا عند هذول القوام واستضافونا. لكن بالليل بعد يومين اجوا القوام اللي تحديدا بلغوني ومعانا رجال كبار، بس تكلموا وياي قالوا قوات الحرس الجمهوري راح تهجم بكرة الصبح. غادرنا قسم من العوائل رجعت إلى المدن في هذا الظهر، وإحنا الشباب بدينا نغادر. يعني صلنا إلى السماوة، قبل السماوة أكو منطقة اسمها المملحة، توقفنا وإذا أشوف قوات التحالف الدولي موجودة في المملحة.